الحوار التاني اللي معايا وهو السيد موسيماني، وانا شايف ان موسيماني لسع سنه ويعني بيتكلم كتير جدا عن تجربته مع النادي الاهلي. انا من المحبين لموسيماني ودائم الدفاع عنه كنت. استاذ وليد اهلا وسهلا، ولكن مش عارف اليومين دول لاسع بيتكلم كلام يعني مش منطقي. يعني قال لك ايه يا موسيماني في تصريحات لاحد المواقع؟ اسمه سيندي وورلد. سيندي وورلد، انا اعرف وورلد يعني عالمي، لكن سيندي دي ما اعرفهاش. السيد موسيماني قال لك ايه؟ سان داونز اعاد حساباته في دوري ابطال افريقيا وعاد بقوه، ولكن عليه ان يعيدها مره اخرى. الاهلي كان الاقوى قليلا في هذه النسخه عن سان داونز من وجهه نظر موسيماني، ولكن سان داونز سحق الاهلي بخماسيه. يعني انا عايز افهم بس من السيد موسيماني، يعني ازاي الاهلي كان اقوى وسان داونز كان في نسخه ضعيفه وعليه ان يعيد حساباته، والناس كلها كانت مصنفه سان داونز انه هو يعني نمرة واحد في هذه النسخة والأحق بيها، وإزاي رجع بيقول سحق الأهلي بخماسية؟ يعني مش عارف. تحدث موسيماني المدير الفني الجديد للوحدة الإماراتي كلام مش مفهوم بصراحة عن دوري أبطال أفريقيا، وتحدث عن الأهلي وفوزه بالنسخة الأخيرة. قال لك الفوز اصلا بالبطوله دي يحتاج الى امور كثيره جدا واكثر من موهبه، والاهلي كان اقوى من سان داونز على الرغم ان سان داونز سحق الاهلي بخماسيه مقابل هدفين. وقال ان سان داونز يحتاج للنضج والخبره للفوز بافريقيا لانه يضم مجموعه رائعه من اللاعبين ولا ينقصهم سوى الخبره. والحقيقه ان سان داونز كان الافضل وقدم أداء كويس جدا، ولكن لم يتمكن من الوصول. قال إن الأهلي لا يمكن السماح له، يعني الأهلي لا يمكن السماح لي بالعودة في دوري أبطال أفريقيا بعد أن كان قريبا من مغادرته على يد الهلال السوداني، ولكن تعادل الهلال السوداني أمام سان داونز أعاد الأمل للأهلي بعد أن فقده الأهلي وجماهيره في ختام دوري المجموعات. وتحدث عن الترجي التونسي وقال انه كان في اضعف نسخة لي من 5 سنين عندما كان مدربا لسان داونز ثم مدربا للاهلي. يعني الترجي التونسي بيقول انه اضعف نسخة لي لما موسيماني كان مدير فني لسان داونز ثم الاهلي. وده انا التقيته واجريت معاه حوار في تونس على هامش المؤتمر الصحفي في المباراه اللي فاز فيها الاهلي 1-0 في استاد رادس. وكمان اتكلم عن الزمالك، قال ان فريق الزمالك ليس في قمه مستواه وخسر الكثير من لاعبيه الجيدين خلال الفترات الاخيره، وهذا اثر عليه بشكل كبير جدا. يعني زي ما بقول لك كده الموس يعني ما عجبنيش في التصريحات دي قوي، يعني بصراحه ما مش وهو كثير الكلام عن الاهلي بشكل يعني مش عارف يعني معلش.